بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل سلسلة محاضرات مدخل لدراسة علوم الاقتصاد وعلوم التدبير. فتوقفنا في الحصة السابقة عند المشكلة الاقتصادية بعدما انتهينا إلى علاقة علوم الاقتصاد بالعلوم القانونية. فما هي المشكلة الاقتصادية وكيف تم محاولة حل المشكلة الاقتصادية؟ المشكلة الاقتصادية، أولا نعرف المشكلة الاقتصادية. يقصد بالمشكلة الاقتصادية هو ما تعرفه الحياة الطبيعية من عدم توازن بين الحاجات المتعددة للفرد والمجتمع أو الإنسان بصفة عامة من جهة، وندرة الموارد المطلوبة لتحقيق الإشباع من جهة أخرى. الشيء الذي يدفع بالأفراد إلى التفكير في الاختيار الأفضل من الموارد لتحقيق أقصى درجات الإشباع. إذن انطلاقا من هذا التعريف، يبدو أن تعريف حل المشكلة الاقتصادية لن يمكن أن يتم إلا من خلال الوقوف على أهم المفاهيم المكونة لهذا التعريف. من أهم المكونات أو المفاهيم المكونة لهذا التعريف نجد الحاجات، حيث قلنا بأنه عدم التوازن بين الحاجات من جهة والموارد من جهة أخرى. إذن ما المقصود بالحاجات؟ فالحاجة كلمة تدل على حاجة نفسية، وهي تأتي مرادفة لكلمة الرغبة أو الاشتهاء. ولا تفهم الحاجة بذاتها، بل بالنسبة لشيء يحتاج إليه الإنسان. ومن هنا يمكننا أن نميز بين حاجات اقتصادية وحاجة غير اقتصادية تبعا للمورد الذي يمكن أن يحقق إشباعه. غير أن الدراسة الاقتصادية لا تهتم بالحاجة التي تكون وسيلة إشباعها سلعة أو خدمة اقتصادية تتصف، عفوا قلنا بأن الدراسة الاقتصادية لا تهتم إلا بالحاجة التي تكون وسيلة إشباعها سلعة أو خدمة اقتصادية تتصف بالندرة، وتتميز الحاجة ببعض الخصائص. بعبارة أخرى، أي أن الحاجات التي لا تتصف بالندرة ومتوفرة أكثر مما يتطلبها الإنسان، مثل الحاجات الطبيعية مثل الهواء والشمس، فهذه الحاجات مواردها متوفرة بأكثر من الطلب عليها ولا تتميز بالندرة ولله الحمد. أما بالنسبة للحاجات، موضوع التي تكون موضوع الدراسات الاقتصادية، هي التي تكون وسيلة إشباعها سلعة أو خدمة اقتصادية، سنقف عندها بعد قليل إن شاء الله. تتميز الحاجة بمجموعة من الخصائص. أولا، ما يميز الحاجة هو أنها دائما متعددة ومتزايدة، ثم أنها تكون قابلة للإشباع من جهة، وقابلة للتجدد، وتكون قابلة للاستبدال. سأحاول أن أقف عند هذه الخصائص باختصار شديد. فالتعدد، وما بالنسبة لخاصية التعدد والتزايد، فيسعى الإنسان دائما لإشباع رغبات كثيرة يصعب على الإنسان حصرها، حيث تتطور وتتزايد بتطور الإنسان وبتغير الزمان والمكان، وأنها خاصية ذات طابع تكاملي. معنى أن الحاجة لا يمكن أن تحققها
يحققها مورد معين بذاته، وإنما بعض الحاجات التي يمكن أن تتحقق بموارد أو بتدخل موارد أخرى. مثلا الإنسان في حاجة إلى التنقل عن طريق وسيلة النقل، مثلا لنفرض السيارة أو دراجة نارية، فحاجته بالتنقل لا يمكن أن تتحقق فقط لاقتنائه لدراجة أو للدراجة النارية أو السيارة، وإنما يكون في حاجة لمورد آخر يكمل هذه الخدمة أو هذه الحاجة، ألا وهو مثلا المحروقات سواء البنزين أو غيره، حتى يتمكن من التنقل بهذه الوسيلة. أي بعبارة أخرى، أي أن هناك بعض الحاجات التي لا يمكن أن تتحقق بمورد واحد. ثم أن الحاجة ما يميزها أو أهم ميزة تميزها وهو قابليتها للإشباع أو القابلية للإشباع. معنى أن الإنسان يحقق درجة الإشباع بتضرر، أي أن الإشباع لا يمكن أن يتحقق، أو أن الحاجة لا يمكن أن يتحقق الإشباع منها دفعة واحدة، وإنما يتم بتدرج تصاعدي، بحيث أنه يصل إلى أقصى درجة الإشباع انطلاقا من يعني من درجة أقل إلى أخرى أكثر، إلى أن يصل إلى درجة الإشباع. قلنا أنها كذلك متجددة، بحيث أن إشباع حاجة في وقت معين لا يعني أنها انتهت إلى الأبد. فالكثير من الحاجات تتجدد لدى الفرد، وهذا التجدد يختلف كما سبق وأنا أشرت إلى ذلك من حاجة إلى أخرى، بحيث يكون منتظما أو غير منتظما. ثم أن من أهم خصائص الحاجة هو أنها تكون قابلة للاستبدال. إن إشباع الحاجة من حيث المبدأ يتطلب موردا معينا، إلا أننا في الواقع نجد صاحب الحاجة أمام العديد من الموارد لإشباعها، فإذا كانت رغبته في مورد معين لكنه لم يتمكن من الحصول عليه، فإنه يمكن أن يستبدله بمورد آخر يحقق نفس درجة الإشباع. فما المقصود بالمورد؟ أو ماذا المقصود بالموارد؟ يقصد بالمورد والموارد هي تلك الوسائل والمواد والخيرات التي يمكن أن تحقق الحاجة التي سبق وأن تحدثنا عنها، غير أن الموارد تختلف بين ما هو طبيعي كذلك، حيث لا يحتاج إلى جهد ومتوفر بدون مقابل، وموارد أخرى تسمى موارد نادرة بين قوسين الموارد الاقتصادية. بعبارة أخرى، هناك موارد طبيعية وموارد اقتصادية. نقصد بالموارد الاقتصادية تلك التي تتميز بالندرة، وهي التي تكون موضوع اهتمام الدراسة الاقتصادية، ولذلك سنحاول أن نميز في هذا الإطار بين السلع الحرة والسلع الاقتصادية، أو الموارد الحرة والموارد الاقتصادية. يقصد بالموارد الحرة هي موارد تشبع الحاجات الإنسانية وتتوفر بكمية أكبر من الحاجة إليها، أي أن عرضها يفوق ما يمكن أن يطلبه الإنسان بشكل مطلق، ويمكن الحصول عليها من غير عناء، مثل كما سبق وأن أشرت إلى ذلك الهواء وضوء الشمس. وحيث أن هذه الموارد لا تتصف بالندرة، فإنها لا تعتبر موضوع الدراسة الاقتصادية، ومن ثم ليست موضوع المشكلة الاقتصادية. أما الموارد أو السلع الاقتصادية فهي أيضا موارد أو منتوجات صالحة لإشباع حاجات الأفراد، وتتصف بالاقتصادية
لأنها نادرة، أي أن كميتها مهما عظمت تبقى قاصرة وعاجزة عن تلبية جميع الحاجات. وبتعبير اقتصادي نقول بأن عرضها أقل من الطلب عليها. ومعروف أنه كلما كانت العرض أقل من الطلب، كلما تميزت بندرة أكثر، وكلما كانت قيمتها مرتفعة أكثر. وبالتالي فإن الحصول عليها لا يتم إلا بدفع مقابل أو ثمن. وتتنوع هذه السلع كما يلي: بين الموارد الطبيعية بصفة عامة مثل الأراضي والغابات والمناجم والمياه وغيرها، وسلع إنتاجية تقوم أو تساهم في إنتاج الموارد مثل الآلات والتجهيزات، كذلك حتى المبادئ. ثم هناك سلع استهلاكية التي تشبع حاجات الأفراد وليس لها دور في العملية الإنتاجية، وتنقسم في هذا الإطار أو تنقسم إلى سلع استهلاكية معمرة واستهلاك مباشر. كيف نميز بين السلع الاستهلاكية المعمرة وبين السلع الاستهلاك المباشر؟ السلع الاستهلاكية أو سلع الاستهلاك المباشر هي التي تشبع حاجات الأفراد وتنتهي فور استهلاكها من أول مرة. أما السلع الاستهلاكية المعمرة فهي تشبع حاجات الأفراد ويستخدمونها لمرات عديدة. ويندرج كذلك ضمن السلع الاستهلاكية المعمرة تلك الوسائل أو الآلات التي تعتبر ضمن أصول وحدات المقاولة، بحيث تساهم في الإنتاج مثل الآلات ومثل وسائل النقل إلى غير ذلك من عناصر الأصول الثابتة في الوحدة أو عناصر الأصول المكونة لأصول المقاولة، بحيث أن أصول المقاولة قلت أنها مكونات أصول المقاولة، على اعتبار أن المقاولة كما هو معلوم لها مجموعة من الأصول ولها مجموعة من الخصوم. مجموعة من الخصوم كل ما تترتب عليها أو كل ما تتحمله من ديون، أو بعبارة أخرى الحالة الدائنية عندما تكون مدينة بمجموعة من الديون بما فيها رأس المال والممولون إلى غير ذلك. بينما أصول المقاولة هو كل ما تمتلكه المقاولة من أجل الإنتاج، خاصة الأرض والآلات كما قلت والتجهيزات إلى غير ذلك، وكذلك ما تمتلكه من ديون تجهز بنائها، وما تمتلكه كذلك من مخزونات إلى غير ذلك من العناصر المكونة لأصول المقاولة. إذن قلت نحن في هذا الإطار قلنا بأنه تندرج السلع الاستهلاكية المعمرة في إطار أصول المقاولة التي تستعملها غالبا في الإنتاج، بحيث أن هذه السلع لا تستهلك. مثلا الآلة هي منتوج، ولكن عند اقتنائها ووضعها ضمن أصول المقاولة فهي يستخدم هذا المنتوج للاستهلاك في لعدة مرات. وإن كان بعبارة أخرى أو بعبارة اقتصادية أكثر، فالسلع الاستهلاكية المعمرة والاستهلاك والسلع الاستهلاكية المباشرة كما سبق أشرت للاستهلاك، يعني السلع الاستهلاكية المباشرة تستهلك فورا أو مباشرة بعد استهلاكها لمرة واحدة، بينما الاستهلاك المعمر أو استهلاك السلع المعمرة كما قلت بأنها هذه السلع سأبقى يعني مرتبطا بنفس المثال الذي ضربته سابقا المتعلق بسلعة الآلة، فالآلة هي معمرة ولكنها مستهلكة، أو بعبارة اقتصادية تتهالك ويتم إخضاعها لنظام أو معادلة اقتصادية تسمى
بالاهتلاك وفق قانون المحاسبة في المادة 14 من قانون المحاسبة 18 88 عفوا 9 المتعلق ب المتعلقة أو المنظمة لطريقة الاهتلاك كما يسمى بالفرنسية لامورتيسمون وفق القاعدة المحددة في المادة 14 من قانون المحاسبة 88 9. وأفتح قوس وأشير إلى أنه دائما نجد أن هناك علاقة وطيدة بين القانون وبين ما هو اقتصاد، ولا أدل على ذلك المثال الذي ضربته في الحصة السابقة والمثال الذي نحن بصدد مناقشته في هذه اللحظة، باعتبار أن كما أن الاهتلاك هي قاعدة اقتصادية محضة ومعادلة رياضية تحددها المادة 14، ولكن هي قاعدة قانونية ولكن تنظم مسألة وتقنية اقتصادية. إذا قلنا بأنه هذا فيما يخص بين بالنسبة للسلع الاستهلاكية المعمرة وللسلع الاستهلاك المباشر. على أن السلع الاقتصادية لا تقتصر على السلع المادية التي تتمثل بالمنتوجات الملموسة فقط، بل تشمل أيضا الخدمات التي تتطلب أو من أجل تحقيق إشباع حاجات الأفراد، وهي لا تقل في أهميتها عما تؤديه السلع المادية من دور في تحقيق الإشباع. كيف ذلك؟ ما نود أن نوضحه لطلبتنا الأعزاء في هذا الصدد هو أنه الإنتاج لا يكون دائما أو المورد الذي يحقق الإشباع، فهو لا يكون دائما ماديا أي ملموسا، ولكن من المنتوجات التي تكون كذلك معنوية. ولا أدل على هذا النوع من المنتوجات مثل منتوجات الخدمات، وهو ما تقدمه مجموعة من الوحدات الإنتاجية التي تنشط في مجال الخدمات، مثل خدمات الاتصالات. فخدمة الاتصالات هي مسألة معنوية ولكن تحقق حاجة في الاتصال، غير أنها غير ملموسة. هذا فيما يخص بالنسبة باختصار فيما يخص بالنسبة للنقطة المتعلقة بالموارد. إذا قلنا أمام هذه الإشكالية أو أمام إشكالية المشكلة الاقتصادية المتعلقة بقلة الموارد وتعدد الحاجات، قلنا بأن الموارد حتى نصفها أو حتى تعتبر موضوع الدراسة الاقتصادية فهي لابد أن يطغى عليها أو أن تتميز بخاصية أساسية سبق وأن أشرت إليها في تعريف المشكلة الاقتصادية، وهي الندرة. فماذا يقصد بالندرة؟ إذا ما لاحظتم قلنا أن الحاجة لا يمكن أن تكون موضوع الدراسة إلا إذا كانت تتميز بالندرة، وكذلك المورد لا يمكن أن يكون موضوع الدراسة الاقتصادية إلا إذا كان يتميز بالندرة. والمسألة منطقية، حالة ما إذا كان مورد أو حاجة معينة لا تتميز بالندرة فلن تطرح أي إشكال ولن تكون أي موضوع دراسة اقتصادية أو غيرها. ولكن بما أنها تتميز بهذا طابع الندرة، فإن الحاجة إلى توفيرها تدفع بالإنسان وبالمفكر إلى إبداع مجموعة من الحلول قصد توفيرها. فماذا يقصد بالندرة إذا؟ يقصد بالندرة أن الموارد والسلع التي يرغب الأفراد في الحصول عليها
من أجل إشباع حاجاتهم لا تتوفر بالكميات اللازمة لتحقيق أقصى إشباع، ويظل الطلب عليها أكبر من عرضها مهما عظم هذا العرض. وجميع الأفراد يعرفون الندرة، حيث لا تكفي مداخلهم مهما كانت مرتفعة لتلبية حاجاتهم، ولأن رغباتهم تكون دائما أكبر وفي شكل متزايد. تعرف جميع المجتمعات مهما تنوعت ومهما عظمت مشكلة الندرة، حيث حتى الدول الغنية أو الدول الصناعية بدورها لا زالت بعيدة عن الوصول إلى درجة الوفرة التامة. ويبدو أن هذا أو أن الواقع في القصور الدائم لأغلب الموارد عن تحقيق أقصى إشباع، وأن محاولة الوصول إلى أفضل درجة من الإشباع والرفاهية سواء من جانب الفرد أم المجتمع لا يتم إلا بالحرص على الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة. كيف يتحقق هذا الاستخدام الأمثل؟ لا يتحقق إلا من خلال آلية الاختيار. ما معنى الاختيار؟ إن أي مورد اقتصادي لا يكون مخصصا بالضرورة لإشباع حاجة واحدة فقط، بل إن أغلب الموارد تتطلب لتلبية حاجات عديدة وتستخدم في كثير من المجالات، وهذا يؤدي إلى مضاعفة الطلب على هذا المورد وزيادة حدة ندرته، على أنه من غير المنطقي اعتبار كل المطالب والحاجات على نفس الدرجة من الأهمية. لذلك يكون الاختيار ضروريا، ومن غير المنطقي أن يترك الاختيار عشوائيا أو أن يتم الاختيار عشوائيا، بل إن الاستخدام الأمثل للموارد لأن الاستخدام الأمثل والعقلاني للموارد وتعظيم فائدتها والاستفادة أكبر قدر ممكن من درجة الإشباع منها يوجب أن يكون الاختيار وفق سلم الأولويات أو تقنية سلم الأولويات الذي يتحدد عليه استخدام الأهم ثم الأهم، كما سنرى في الأمثلة التطبيقية عندما نصل إلى دراسة المنفعة الحدية. ومن ناحية أخرى، إذا كانت الندرة تستدعي الاختيار بالضرورة، فإن الاختيار يستدعي من جهة أخرى التضحية، أي أن اتخاذ القرار باستخدام المورد في مجال معين يعني التضحية باستخدامه في مجالات أخرى، ويطلق على هذه التضحية تكلفة الفرصة البديلة أو تكلفة التنازل. أعزائي الطلبة، نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، حسب ما أشرت إليه باختصار إلى المشكلة الاقتصادية والمفاهيم المكونة لهذه المشكلة الاقتصادية، وكيف يتم حل هذه المشكلة الاقتصادية من خلال تقنية الاختيار، وهو ما سنوضحه فيما بعد بأكثر من التفصيل في الحصص اللاحقة إن شاء الله. إلى هذا الحد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.